مرحبا. شوقي مرحبا لكل الزوار. صباح الخير، صباح الثورة. نحن موجودين هون منشان استقلالية القضاء، منشان حقنا. ما اخر همنا الحق عمين فيهم، كلهم حرامية. نحن بدنا حقنا منهم، هن المتهمين. منهم مين سكت على الفساد، ومنهم مين شارك فيه، ومنهم مين استفاد منه. نحن قلنا حق عند هاي الطبقة الحاكمة كلها على بعضها مع بعضها. اللي عم تنظر تفتح ملف بيقول له انت حرامي، انت حرامي اكتر مني بضبط الملف. هذا حقنا يا ولاد الكلب، هذا حقنا يا ولاد الحرام، هذا حقنا يا حيوانات يا وحين. خد عليك وعليه ان ابر انزال من مكانك، هذا المكان حقي. وعيب على كل قاضي بيعتبر حاله شريف وبيعتبر حاله صاحب مسؤولية وسيادة بوزو وعم يشتغل بالفساد. العالم عم تموت من الجوع. اسمعوا، اذا ما خايفين من الله خافوا منا، خافوا منا. جايينكم يا اولاد الكلب.